عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحية. يا ريت بعد ذلك ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصلك كل جديد. والآن نوفيكم به: هل يجب تغيير مكان صلاة النافلة بعد الفريضة؟ أمين الفتوى يجيب لقناة الناس. أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال في رسالة لبرنامج فتاوى الناس المذاع على فضائية قناة الناس: هل يجب تغيير مكان صلاة النافلة بعد الفريضة؟ وقال عويضة عثمان خلال استضافته بالقناة: استحب بعض السلف تغيير مكان صلاة النافلة بعد الفريضة حتى يشهد له المكانان وتشهد عليه الأرض بأنه سجل علي هنا وهناك. واستحب بعض العلماء ذلك. وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023. وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة. وبهذا قد أفيناكم بهل يجب تغيير مكان صلاة النافلة بعد الفريضة أمين الفتوى يجيب لقناة الناس. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعملوا بلايك. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.